سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم. عام أسود آخر ينقضي من عمر المأساة السورية، مأساة عاشها شعب أعزل يبحث عن الكرامة تحت القصف بالبراميل المتفجرة ومختلف أنواع الأسلحة المدمرة، وكانت خاتمتها موجة صقيع. الشتاء داهم ملايين المشردين واللاجئين والنازحين والفارين من جحيم الحرب. اقتلعت العواصف خيمهم وتسلل البرد إلى عظامهم وقتل أطفالهم. كل هذا والعالم يشاهد المأساة تلو الأخرى على المباشر. يكتوي السوريون بنيران حرب تجري على أراضيهم، رغم أنها لم تعد حربهم بل حرب تدار من خارج حدودهم، حرب تخوضها موسكو وطهران مباشرة، وتورطت فيها قوى إقليمية كبرى، حتى أن البعض بات يرى على الأرض السورية أنها تشهد نسخا جديدة لصراعات غير محسومة بين المعسكرين الشرقي والغربي. حرب جبابرة يدفع السوريون ثمنها دماء. فهل يحمل العام 2017 بشائر خير على السوريين، أم أنه عام جديد بثوب قديم؟ تساؤل مهم تكاد تكون الإجابة عنه في حكم الغيب، لكن مؤشرات كثيرة توحي بأن الأزمة السورية قد تشهد حراكا مختلفا خلال العام الجديد. من بين هذه المؤشرات أن أنقرة بدأت بالفعل في اختراق التحالف القائم بين موسكو وطهران، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة على وشك استلام الحكم في البيت الأبيض برؤية مختلفة قد تكون جديدة فيما يخص الملف السوري. مقاربة الرئيس الأمريكي الجديد ربما تقترب كثيرا مما طرحه ويطرحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إقامة منطقة آمنة بالشمال السوري، تكون منطلقا للتفاوض حول مستقبل سوري جديد. إذن هو عام جديد مثقل بالتحديات ومفتوح على كل الخيارات، وهو ما نحاول اليوم الإلمام به في هذه الحصة التي نسعد فيها باستضافة الدكتور يوسف الحاج يوسف، ناشط سياسي السوري، كما ينضم إلينا فيما بعد عبر الهاتف نخبة من الضيوف الكرام. بعد الترحيب بك الدكتور يوسف الحاج يوسف، ربما يعني في البداية قبل أن نبدأ في استقراء ربما المستقبل السوري خلال العام المقبل، السوريون أيضا العام 2016 الذي دخلوه بمأساة تمثلت خاصة في الهجرة واللجوء ومأساة الطفل السوري إيلان التي لفت تلفزيونات وشاشات العالم واندلعت بعدها أزمة نزوح ومهاجرين، هذا العام ربما السوريون أيضا يدخلون العام الجديد بمآسي كثيرة. يعني باختصار لو تعطينا يعني أبرز أهم المشاهد التي ظلت عالقة ربما في ذهنك أو في أذهان الكثيرين حول ما يجري في سوريا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا للاستضافة. قامت الثورة السورية في شهر مارس آذار 2011، كان يحكمها حاكم ظالم المقبور حافظ الأسد، معروف كالضغط السياسي والكبت السياسي، إجرام معروف أحداث الثمانينات، كانت بذور الثورة يعني كثيرة فتأخرت. لقد استطاع المجرم المقبور أسد أن يخيف الناس بمجازر حماة ومجازر الثمانينات. قامت الثورة إذن في سياق معرفة بالربيع العربي. الشعوب التي قامت ضد الثورة ضد الحكام الظلمة كانت تعتقد أن مشكلتها هي مع الأنظمة مباشرة، مع بن علي ومبارك وأسد، ولكن تبين أن المشكلة مع هذا النظام الدولي. البعض يعترض على هذا الكلام، يقول أنه هل سنعاد النظام الدولي؟ هذا واقع حقيقة. يعني تم احتواء الثورات، جاء السيسي بعد مبارك، النظام في تونس الكل تابع مواقفه المخزية باتجاه ما وهو نظام ثوري نظريا، ولكن حقيقة امتداد لبن علي عمليا، مواقفه تفضحه، وكذا اليمن وكذا. يراد أن يقال لنا أنتم
هذا ليس حكامنا على فكرة. يعني الأسد الآن مجرد أداة حقيقة، رقم سينتهى به في مزابل التاريخ كأي أبي رغال، كأي ابن العلقمي يخون شعبه وبلده، وهذا كلام منتهي. وعلى فكرة، على ذكر هنا التوقعات، هناك وثيقة أمريكية تم تسريبها والحديث عنها جاري في وسائل الإعلام. هذه الوثيقة تقول أن الأسد، بشار الأسد، سينتهي، سيرحل مباشرة بعد رحيل الرئيس أوباما. يعني هل هناك ارتباط؟ هل هناك يعني علمنا التاريخ والسياسة المعاصرة التي تستند على أفكار ميكافيلي أن الأنظمة الكبرى هنا بالجبابرة أي أمريكا والروس وأمريكا تحديدا تستخدم بعض الأدوات المحلية لتنفيذ للقضاء على المعارضين لاستتباب الوضع، تستخدمهم كأداة ثم تربي بهم بمزابل التاريخ. يعني انظر إلى صدام حسين أو إلى معمر القذافي، رموا الآن تأخر دور بشار الأسد لأنه قاتل مجرم عديم الأخلاق، لم يجدوا أخس وأقذر منه، استطاع أن يستجب النظام الإيراني الروس لقتل شعبه يقصف بالبراميل، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك جهارا نهارا. سيطلب منه أن يخمد، هذا ما يخطط، هل يحصل؟ أنا يعني سنتحدث إنه هذا ما نتوقعه. ثم سيرمى في مزابل التاريخ، رجل مجرم لا يستطيع أن يحكم، لا يستطيع أن يحكم. كونداليزا رايس في 2004 و2005 بداية جاءت إلى جامعة القاهرة وقالت في سياق ما يسمى الشرق الأوسط ونشر الديمقراطية، قالت على مدى 60 سنة كنا نبحث عن الاستقرار على حساب الديمقراطية ولم نحقق أي منهما، و أتت في كذبة نشر الديمقراطية. ثم اكتشفوا أن ليس لهم إلا الجبابرة والنظم العسكرية فعادوا إليها. هذه الرسالة التي توجه من تونس وسوريا حقيقة، هذه الرسالة التي تراد من أعدائنا حقيقة. نحن لا نتكلم شعارات أيديولوجية، هذا واقع. أستاذ صابر، سأذكر الجميع ونحن لا نتكلم عن 50 أو 60 أو 20 سنة حتى مضت، المشروع الذي الآن يسار فيه بين الروس والأمريكان والروس والأتراك والإيرانيين وإعلان موسكو هو نفس الكلام الحرفي للطرح الأمريكي منذ بداية الثورة، منذ سميرميس 1 وسميرميس 2 واجتماع الحلبون وكل الاجتماعات، أنه لا حل سياسي، لا حل سياسي. وهذا اعترف فيه على فكرة روبرت فورد بلقاء مع البي بي سي عندما حدث بسياق استقالته، أن لا حل سياسي بمعنى لن يسمح بالحسم العسكري، وهذا ترجم عمليا بمنع مضادات الصواريخ، مضادات الطائرات، منع يعني تم وتنفيذه عمليا بمنع تسليح الثورة السورية بوصفها بالإرهاب. لا حل سياسي، وأن الحل، هذا ما قالته أمريكا من البداية من 2011 على فكرة، قالت وأن الحل أن تلتقي المعارضة والنظام حتى يشكل حكومة جديدة وتنهى الثورة. طبعا لم يقولوا تنهى الثورة، ولكن هذا الحل الذي تصوروه. حاولوا بكل الجهات، من خلال اختراق المجلس الوطني، من خلال الائتلاف، من خلال سليم دعبول وهيئة الأركان، من خلال أعمال عديدة، من خلال مؤتمر الرياض، فشلوا للأسف الآن. وهذا الدرس الأكبر الذي يجب أن نتعلمه. هناك دروس كثيرة حقيقة، هم يريدوا أن يصلوا لشيء ونحن نستطيع أن نتعلم أشياء كثيرة مما حصل. فشلوا وفشلوا وفشلوا لإخلاص الثوار، للعنفوان الثوري، للرغبة بالتخلص من هذا النظام الفاجر الظالم، نظام أسد، وكل الأنظمة فاجرة ظالمة في كل مكان، ولكن استطاعوا أن يدخلوا ويتسللوا كما رأينا في حلب والأشهر الأخيرة، بل الأسابيع الأخيرة، من خلال من ادعى أنه لن يسمح بحماة ثانية، من خلال من ادعى أنه يساعد. هذه الأنظمة جزء من هذا النظام الدولي، أقصد أردوغان، حتى لا المسألة لا تحتمل التخبي بالألفاظ الدبلوماسية حقيقة. تم إنجاز ذلك من خلال من حسب علينا. الآن هذا يضعنا بمسؤولية، نحن الشعوب في جهة والشعوب المسلمة تحديدا حقيقة. القضية يعني كما قلنا لم تعد هناك دماء، هناك مستقبل أمة لا تحتمل الألفاظ المجملة والألفاظ الدبلوماسية. هذه الأمة المسلمة مستهدفة من هذا النظام الدولي، رأس حربته الأنظمة الحاكمة. أنا أقول لك، في الجزائر، في الصومال، في أفغانستان، في العراق، دائما المقتل يأتي من أنظمة تدعي أنها صديقة للثورة. البارحة كان جاويش أوغلو في قطر، وقبل البارحة أو البارحة يعني هناك كان خبر أن روسيا طلبت من الأتراك أن يضغطوا على قطر حتى ينضموا لإعلان موسكو. إعلان موسكو على فكرة هو نفس كلام الأمريكان وتصورهم للحل السياسي. أنت قلت في مقدمتك الجميلة أشكرك عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهلنا.
أنه صراع الجبابرة. هو ليس صراع الجبابرة بين بعضهم، بل صراع الجبابرة علينا. هناك تنسيق أمريكي روسي تماما. وأؤكد يعني، وإن شئت ندخل في التفاصيل، ومن لا يدرك حقيقة عنده مشكلة. هذا الصراع علينا، الحل المقترح روسيا الآن هو بإعلان موسكو هو نفس الحل الأمريكي منذ بداية الثورة، بوصف أسد المقبور والولد عملاء لأمريكا. هذا ما يحصل وهذا ما يصير، وللأسف وللأسف نقول، ولكن هذه حقيقة. دعنا، أنا أخاطب أهلنا في الشام وأهل الشعوب المسلمة، لنجعل حلب ولنجعل، أو قبل أن أخاطب، دعنا نقول يعني بس يعني فقط نقطة إن سمحت. حلب ليست أول مدينة تسقط، قبلها سقطت القدس وفلسطين كلها ومدن كثيرة. دعنا نجعلها آخر مدينة، أو لنحاول، عسى أن يمن الله علينا بنصره، وكان حقا على نصر المؤمنين. دعنا نجعلها كأحد. أحد تعلم المسلمون الصحابة الدرس جيدا، فأهداهم الله نصرا بجنود لم يروها في الأحزاب عندما اجتمعت الأرض علينا. عندما فشلت أمريكا، وغياب أمريكا لا يعني أنها غابت، ولكن حقيقة يمثلها الآن الأتراك في هذا الموضوع، إضافة لباقي اللاعبين النظام الإيراني والروس. نعم. ومعنا محمود أبو الطيب الناشط السياسي من السويد ينضم إلينا عبر الهاتف. بعد الترحيب بك سيد محمود أبو الطيب، يعني الملف السوري بكل تجلياته بكل مآسيه خلال عام كامل من الأحداث لم تكن تختلف كثيرا عن العام الذي سبقه، ولكن في رأيك ما هي أبرز أهم الأحداث التي وقعت في الملف السوري، في الأزمة السورية في سوريا، ويمكن لهذه الأحداث أن تكون لديها امتداد خلال العام الجديد، ويمكن أن تؤثر في أي حل إن كان هناك حل للأزمة السورية أو لتفاعلات الملف السوري بشكل كامل؟ حياك الله أخي، ومساكم الله بالخير جميعا. المسألة الحقيقة هي امتداد منطقي متسلسل للمسألة السورية، وليست هناك أحداث بعينها هي التي ستستمر وغيرها لن يستمر. كل ما حصل في سوريا عبارة عن خطوات مركبة بعضها على بعض. ابتداء هي ليست مسألة الأزمة السورية، هي مسألة الثورة السورية، ثورة بكل معنى الكلمة ضد نظام دكتاتوري شمولي فاشي قاتل. المسألة لم تكن في يوم من الأيام مرتبطة بردود أفعال، إنما الذي اتضح في كل هذه المسألة أن هناك تشابك في المواقف الدولية، وهناك تآمر بمعنى الكلمة وليست عقدة المغامرة كما يقال، في تآمر دولي أممي واضح على الشعب السوري الذي أراد أن يكسر قيد نفسه ويتحرر من هذا النظام. الأحداث التي حصلت في عام 2016 وما سبقها كثيرة جدا، وقد يتراءى للبعض أن بعضها قد يكون مفصليا كقضية حلب أو قضية إدلب أو غير ذلك. هذا لا يغير من الأمر شيء. الحرب مفتوحة، الثوار لا زالوا على الأرض، الثوار لا زالوا يعملون وسوف يعملون. هناك الآن اجتماعات سبقتها اجتماعات كثيرة في جنيف وغير جنيف وموسكو وغير موسكو والرياض، كلها وصلت إلى نقطة واحدة، أن الشعب السوري الذي أعطوا جلاده فترة طويلة ومدة من الزمن كي يكسر إرادته لم يستطع ولن يستطيع كسر إرادته. ثم دخلت القوى متتالية، حزب الله أولا، ثم إيران علنا ثانيا، ثم روسيا، ثم الميليشيات الشيعية العراقية وغير العراقية. بقي الشعب السوري صامدا يواجه آلة الموت العالمية. ولكن الدكتور استاذ محمود أبو طيب، لكن ألا تعتقد أن حلب التي يرى فيها النظام، ترى فيها روسيا، موسكو، طهران، كل هؤلاء يرون في سقوط حلب على أنها مؤشر ستكون لديه امتدادات أو تفاعلات خلال العام المقبل، ألا ترى أن سقوط حلب سيكون له تأثير
فعلي على أرض المعركة على الصراع بشكل عام. صحيح أن الثورة سورية ولكنها لم تعد ثورة بعدما صحيح ضاعت وسط هذا الصراع، أصبحت الأرض السورية الآن تشهد صراع أجنبي إن صح التعبير، تدخل فيه أجانب كثر. ضاعت الثورة السورية بين هذا الصراع بين الشرق والغرب، وبالتالي ألا تعتقد أن سقوط حلب ومؤشرات أخرى وكوارث أخرى حدثت في سوريا ستغير مجرى المعركة، مجرى الصراع خلال العام المقبل، وكيف ذلك؟ لا أعتقد ذلك قطعا. معركة حلب هي إحدى معارك هذه الثورة، والتشابكات الدولية موجودة، وقد فشلت في إنهاء جدوى الثورة، وكل ما استخدم من قمع وآلة قتل جهنمية لا مثيل لها في التاريخ لم تستطع أن تنهي هذه الثورة. ولنتذكر أنه حتى الآن ونحن نتكلم عن حلب التي أريد أن لها أن تظهر وكأن نهاية المطاف، لا زال أكثر من 60 وحوالي 70% من أراضي حلب وريف حلب هي تحت سيطرة الثورة. حلب المدينة هي التي استقتل عليها النظام وسيطر عليها، ولكن ريف حلب وهو الأهم وهو القوة وهو مسرح عمل الثوار لا زال قائما، والثوار يسيطرون على كل ما فيه. فمن التجني على الثورة أن نقول أن حلب هي مفصل. حلب حدث من أحداث قوية جدا سبقتها حمص وسبقها غير ذلك من المدن، ولكن لم تنتهي الثورة ولن تنتهي. وكل ما يعقد الآن من مؤتمرات وتداولات بعيدة عن الشعب السوري ومن يمثله حقيقة وليس الممثلين الذين تم اصطناعهم أو جزء منهم على الأقل كبير في دوائر مخابرات عالمية هنا وهناك، هؤلاء ليسوا هم من يفرضون الأحداث على أرض الواقع. من يفرض الأحداث على أرض الواقع هي إرادة الشعب السوري الذي تحمل كل هذه الآلام ولم ينتني. السوري الآن الذي يقيم في الخيمة وتحت البرد وجائع، لو سألته ما قال لك أريد أن أرجع إلى حل يكون فيه بشار أسد رئيسا مرة أخرى، وإلا لما قامت الثورة. هذه القضية هي أحلام يعيشها، صحيح الدول الكبرى تستطيع أن تفرض ما تريد لكن ليست بهذه السهولة. لا، لقد كسرت الدول الكبرى سابقا في التاريخ أكثر من مرة. لقد كسرت أمريكا في فيتنام، وقد كسرت روسيا في أو الأيام الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، وسوف تهزم الآن. وأنا في ظني هي تتلمس طريقها وهي تعرف أن هناك وعورة في الأمر، وحجم الإجرام والقتل الذي مارسته على الأهالي والمدنيين بضرب المستشفيات والمدارس والأسواق ولتخويف الناس، لكن الناس لم تترك هدفها، لم يتخلى السوريين عن هدفهم وهو إسقاط بشار الأسد. كل حل سياسي نحن نعرف أنها ستنتهي إلى حل سياسي يوم من الأيام، كل حل سياسي لا يحقق لهذه الثورة مطالبها وعلى رأسها التخلص من نظام النصيري الطائفي القاتل. نحن لم نعد نستطيع العيش تحت ظل نظام حكم يرتكب المجازر منذ الثمانينات إلى الآن. هذه قضية غير معقولة، وأن يتخلى عنا العنف تخلى ورأينا ذلك وتحملنا التكلفة. لن ندفع التكلفة دون أن نأخذ السلعة وهي الحرية. نعم الحرية. ابقى معنا السيد محمود أبو الطيب، ينضم إلينا من اسطنبول السيد غسان النجار أمين عام حركة الإصلاح والبناء. السيد غسان النجار، ربما المعركة أو ميزان المعركة يميل الآن حسب كثير من الملاحظين لصالح النظام الذي تتعاون معه قوى كبرى بطبيعة الحال في المنطقة. الثورة السورية ما زالت موجودة وحتى وهي تحت الخيم في هذا الشتاء وهذا الصقيع ما زالت موجودة، ولكن أحداث كثيرة، الصراع الذي يبدو أنه صراع دولي يتجلى على الأرض السورية غطى على الثورة السورية. في اعتقادكم ما هي أبرز المؤشرات السياسية والدلائل التي من خلالها يمكن أن نستقرأ أحداث العام 2017 فيما يخص المعركة على الأرض؟ هل مثلا ستحدث هناك أي تغييرات سياسية في المواقف الدولية تعيد الكفة إلى الثوار، تعيد الكفة إلى الشعب، تبرز الثورة السورية بتجلياتها المختلفة من جديد؟ هل تستشفون شيء من هذا القبيل؟
تسمعني السيد غسان؟ يبدو أننا فقدنا غسان النجار من إسطنبول. أعود إليك السيد دكتور يوسف الحاج. يوسف، التساؤل ما زال قائما، وهو أنه هل هناك ملامح، مؤشرات مثلا تتغير في مواقف دولية، ونحن ننتظر الرئاسة الأمريكية الجديدة، يمكن مثلا أن تؤدي إلى تسوية بين روسيا والولايات المتحدة في قضايا أخرى لا تهم السوريين، ولكنها في النهاية تنعكس على الأرض السورية، تفاهمات بين الغرب والشرق حول أوروبا، حول أوكرانيا لنقل مثلا، والضغط يزول على سوريا وتبرز الثورة السورية من جديد. طيب نعم، يعني الآن في المسألة السورية هناك توافق روسي أمريكي، هذه الحقيقة يجب أن تكون بارزة. هناك خلافات في موضوع العقوبات، موضوع أوكرانيا كما تفضلت، بين الأمريكان والروس وبين الأوروبيين والروس. حقيقة هناك رؤى مختلفة، ولكن دعنا نقول ترامب هو امتدح الأسد وبوتين علنا. طبعا أوباما كان يمتدحهم باطنا حقيقة، يعني أسلوب كما قلنا السياسة الميكافيلية هكذا تقتضي، السياسة المعاصرة التي تعتمد على التضليل. الآن بخصوص السيناريوهات، يعتمد على مسار الأمور. يراد قسم الثورة السورية، يراد أن تجعل حلب مرتكزا للخطوات اللاحقة، يعني ضخم الإعلام كثيرا، لا شك هي جرح مؤلم وجرح كبير جدا، ولكن ليست نهاية الثورة. نحن نؤكد أن أسباب الثورة الآن أكثر من أسباب الثورة في 2011، يعني هناك تدمير شامل. لا توجد عائلة إلا تأثرت أخي الكريم، لا توجد، وتأثرت ليس ب10,000 جنيه ولا مش عارف، بدماء وأعراض وحرمات انتهكت. هذا الرجل يعني على هذا الأساس بنينا أن ميكافيلية الغرب وخبثه لن يجعل هذا الأخرق بشار الأسد يستمر، سيأتي بغيره حتى يستمر في هيمنته على الشعوب. إذن السيناريوهات تعتمد على المسار. إن تابع قادة الفصائل الذين ارتهنوا بالخارج وارتهنوا بتركيا وقطر والسعودية، ارتهانهم إن تابعوا بهذا الشكل، حقيقة نحن مقدمون على أيام أصعب. ولكن الأحداث والمظاهرات والحراك الثوري يدل على أن القضية ليست بهذه البساطة. فهناك مظاهرات ضد قادة الفصائل، وأنكم بعتونا، وأنكم ستنضموا لقائمة أبي رغال والعلقمي في خيانتكم لأهلكم. هذه مسألة كانت أسماء كبرى بالثورة السورية. نعم. الآن في المناطق المحررة دكتور يوسف، عاد إلينا غسان لو تعذرني، في النهاية الثورة هي ليست ثورة فصائل، هي تماما ثورة شعب. نعم. ثورة شعب وثورة أمة. نعم. حقيقة في السيد غسان النجار ينضم إلينا من إسطنبول، أمين عام حركة الإصلاح والبناء. وأنتم في إسطنبول في تركيا، وهي صاحبة المقترح المنطقة العازلة منذ الأيام الأولى للثورة، والآن يجري الحديث مجددا خلال العام ربما 2017 عن إعادة ربما الأمل لهذا المقترح مع وجود إدارة أمريكية جديدة مؤيدة نوعا ما، ولو في الخطاب الانتخابي لهذا النوع من الحلول. والمنطقة العازلة ستخترق بالفعل الأزمة السورية، ويمكن في النهاية أن تؤدي إلى حل لصالح الشعب السوري. نعم، هل تسمعني سيد غسان؟ نعم معنا. نعم نعم، نعم. الآن أولا مساء الخير لك ولكافة مساء الأنوار والمستمعين. نعم، صوتي مسموع يا أخي؟ نعم مسموع بشكل جيد. نعم تفضل. نعم أخي الكريم، النظام وروسيا والدول المحتلة وإيران كانوا يراهنون على أن سقوط حلب يعني معناه نهاية الثورة، وهم بهذه العملية بهذا التفكير، تفكير الغباء الذي يفكرون به، كأنهم لا يعلمون أن الشعب السوري مضى عليه 6 سنوات وهو يصابر ويناضل لإسقاط النظام. نحن بدأنا بالثورة عام 2011، وبدايتها كانت عبارة عن مظاهرات سلمية، وكنا مقتنعين أن النظام سيسقط. والنظام لكنه حول الثورة بالنهاية إلى عملية إفناء والقضاء على الشعب السوري كما قال هو، وقالوا يعني كافة أركانه أنهم مستعدون أن يقضوا على نصف الشعب السوري. الشعب السوري مستمر في كفاحه، موضوع
انتهاء موضوع حلب هذا شغلة قديمة بسيطة بالنسبة للثورة السورية، لأنه لا زال بين الزخم القوي بالنسبة للثوار والفصائل. فضلا على أن موضوع تركيا ودخولها على الخط في موضوع المنطقة العازلة التي استطاعت ربما أن تقنع بعض حلفاء في الموضوع هو عملية جزء بسيط من الثورة. لا يعتمدون الثوار ولا الشعب السوري فقط على المنطقة العازلة والآمنة، فهذا حقهم لأنه هذه مناطق محررة يجب أن يحصلوا فيها على حظر جوي على الأقل. الثورة السورية عمليا هم كافة المجتمع الدولي تقريبا يعني نقول أنه تخلى عنها، بمعنى هم يرون آلاف الضحايا التي تسقط تحت قصف الطيران الروسي وهم لا يحركون ساكنا. فقط عبارة عن نرى جعجعة ولا نرى طحينا. عملية مجلس الأمن سواء دول غربية فرنسا وألمانيا وغيرها يتكلمون في موضوع فقط ناحية سياسية ضغطورة ضغط سياسي على روسيا، بينما القذائف والحصار والتجويع الممنهج الذي يعتمده النظام ودول المحتلة من روسيا وإيران لا يستطيعون أن يقدموا رغيف خبز للمناطق المحاصرة، بينما هم طائراتهم تسقط المواد الغذائية والسلاح على مناطق هي حلفاء لهم سواء الأكراد أو النظام. ولذلك نقول نحن مستعدين، الشعب السوري هو ماضي في ثورته حتى إسقاط النظام. هذه العمليات السياسية ضمن روسيا مؤتمر قزاخستان وغيرها الأستانة وغيرها يقوم بهذا الشكل أنهم يريدون أن يدجنوا الشعب السوري. لدينا ثوابت، الشعب السوري لديه ثوابت في هذه الثورة، لن يتراجعنا. وعملية إسقاط النظام بكل ثوابته بكل أركانه، هم مستعدون أن يسيروا إلى نهاية الخط. تركيا جزاها الله خيرا هي تساعد في موضوع مناطق داعش، لكنها نحن ننتظر منها المزيد. لا نريد فقط داعش الى زوال، نحن نعرف تماما داعش ستنتهي، لكن المشكله الاساس هم يريدون ان يهيئوا النظام مدعينا كذبا وبهتانا ان النظام هو الذي يحارب الارهاب، وهذا كذب. النظام ولا روسيا تحارب الارهاب من خلال داعش. هم يريدون تاهيل تسيير هذه الفكره من خلال ان النظام سيبقى لانه هو الذي يحارب الارهاب، بينما الذي يحارب الارهاب في المستقبل ولاحقا هو الشعب السوري، هو الذي سيقضي على الارهاب. واول الارهاب هو النظام بشار الاسد، وداعميه من دول روسيا أكبر أو ثاني دولة في العالم تقوم على الشعب السوري وتحاول أن تدمره تدمير البنية التحتية والسكانية وتحاول أن تقضي عليه. ولذلك نقول نحن مستمرين بهذه الثورة، لا يمكن أن تنتهي هذه الثورة سواء بموضوع مؤتمرات سياسية ضحك على اللحى وما إلى ذلك. لن تنتهي هذه الثورة لأنه حتى المفاوضين عندنا لن يتراجعوا عن التزاماتهم تجاه الشعب السوري، تجاه أرواح الشعب السوري التي انجقت على يد القصف، على يد النظام، على يد شبيحة النظام، على يد الروافض من إيران وحزب الله. كل هؤلاء حوالي مليون إنسان قضوا في هذه الثورة، هل ممكن التراجع بعد ذلك؟ لا يمكن أبدا. غير مستعدين نحن أن نتراجع ولا لا. إذن بشار الأسد إلى زوال والنظام إلى زوال، وروسيا عليها أن تفهم هذه الحقيقة. نحن مستعدين أن نتفاهم مع روسيا على موضوع النظام، وأن نعلم أن روسيا لها مصالح في المنطقة، لكن مصالحها لا يكون على حساب ثوابت الشعب السوري وهو انتهاء هذا النظام. ابقى معنا سيد غسان النجار. اعود اليك السيد محمود ابو طيب. العام 2015 اقفل ايامه على السوريين بازمه انسانيه حقيقيه اختصرت صورتها في صوره ذلك الطفل السوري ايلان الغارق. والعام هذا العام ايضا وما تبعها بطبيعه الحال من ازمه
لاجئين وفارين على أعتاب أوروبا. هذا العام أيضا أزمة إنسانية في سوريا بسبب السقيع تحت الخيم تحت الثلوج البرد، لكن العالم لم يعد ينتبه إلى مثل هذه الأزمات نظرا ربما لبعض الأحداث في أوروبا وآخرها حادثة ألمانيا. ألمانيا ميركل التي فتحت أذرعها للاجئين السوريين، دول الشمال ومن بينها السويد التي تكلمنا منها أيضا هي تحت ضغط سياسي انتخابي إن صح التعبير. ميركل قد تخسر الانتخابات العام المقبل بسبب أزمة اللاجئين، بسبب سوريا في النهاية. إذن الغرب يتعامل مع سوريا الآن بحذر بجدية لأغراض سياسية، لأغراض انتخابية، وخاصة في أوروبا. سوريا أصبحت تسقط حكومات في أوروبا. فهل تتوقعون أن العام المقبل، العام 2017، ربما الموقف الأوروبي سيتغير أخذا في الاعتبار وجود إدارة أمريكية جديدة؟ بارك الله فيك أخي فاضل. ضروري أن نعرف جميعا وننتبه لمسألة مهمة. هذه المسألة أن الشعب السوري عندما قام بثورته لم يأخذ بحسابه لا الغرب ولا السيدة ميركل مع احترامنا لها ولا دول أوروبا ولا أمريكا ولا غيرها، وقام يطالب بحقوقه وحريته ولم يكن يأمل شيئا من أحد وما جاء شيئا من أحد ذاتا. أوروبا قالت أنها صديقة للشعب السوري لكنها لم تتصرف كصديق كما تصرفت روسيا وإيران مع النظام السوري. بالعكس، أوروبا لم تستطع أن تتجاوز المنع الأمريكي كما لم تستطع أن تتجاوز الأنظمة العربية. يعني في النهاية روسيا وفية في الصداقة أكثر من أوروبا. هي وفية للنظام، وهذا يعني لا يعنينا كثيرا في الحقيقة. الذي يعنينا ما نحن نريده كشعب سوري. إن وقفت أوروبا معنا فأهلا وسهلا بها وشكرا لها، وإن لم تقف وهي لم تقف ما عدا أنها استقبلت بعض اللاجئين وهي مشكورة على ذلك، والآن قطعت الطريق ولم تعد يعني تسمح بهذا. المسألة أكبر وأعمق من هذا. الإدارة الأمريكية الآن هي لا تختلف كثيرا في جوهرها عن الإدارة القديمة. هي وقفت مع الأسد سابقا وستقف معه في المستقبل. القضية على كسر إرادة الشعب السوري حتى تتربى فيه شعوب المنطقة ويبقى تحت الألعاب التي تحاك له دائما، تنهب ثرواته ويزج أبنائه في السجون ولا يحصل على شيء من حقوقه ويمني نفسه الأماني. نحن نريد على أي حال، قامت ثورتنا على كسر هذا الطوق ولم يكن أحد معنا. أنا أصدقك القول أن أبناء درعا وحمص وحلب ودمشق وريف دمشق وكل المدن السورية وحما حينما نزلوا إلى الشوارع لم يكن في ذهن أحدهم أبدا ما هو موقف أمريكا أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي. هذه قضيتنا الثورة السورية، ليست قضيتنا ماذا يقول الروس. نعم نحن نتابع ما يقولون بدقة وما يفعلون بدقة، وحتى من يتصدر الصفوف الأولى للثورة إن كان في المقاومة المشروعة أو إن كان في البرنامج السياسي، حين يحيد عن مطالب الشعب السوري تجد مواقع التواصل الاجتماعي ترجمه ردم إبليس. نحن واعين لما نريد. في غالب الشعب السوري يعي ما يريد. أنا أريد أن أقول يعني بالنهاية أننا لا ننتظر الكثير من الأوروبيين ولا من الأمريكان. أصدقائنا الأتراك كانت لهم مواقف طيبة على مستوى الحالة الإنسانية وعلى مستوى أنهم تركوا بعض النفس يمر إلى الثورة. ومسألة المنطقة العازلة منطقة أمر جيد جدا أن يجد السوريون مكان يأوون إليه. الشيء الغير مقبول أبدا أن تصنع لنا حلولا لا تحقق مطالبنا. لن نقبل بذلك، سوف تبقى الثورة. وهناك من رحمة الله، البعض يراها نقمة أن من يحملون السلاح على مشارب متعددة جدا وفصائل متعددة جدا، وهذا يضمن أن إذا وافق البعض فهناك من لم يوافق، وستبقى الثورة وستتحول
إلى حرب عصابات طويلة الأمد ما لم يتنبه العالم ويحل هذه المسألة، لأنها يجب أن نعم سيد محمود، وهذا ما نحاول بالفعل استشرافه من خلال بعض المؤشرات. من بين هذه المؤشرات أن الثورة السورية قامت بالحناجر بالمظاهرات، وكان للنظام أن يسقط بالحناجر، لا يحتاج لا إلى خناجر ولا إلى سلاح، لكن بفعل تدخلات خارجية تمدد عمر هذا النظام أو امتد عمر هذا النظام. روسيا من بين الفاعلين الدوليين الذين مددوا عمر هذا النظام. صحيح أن البعض يتهم الولايات المتحدة، يتهم الغرب، لكن التدخل الروسي كان مباشر والتدخل الإيراني أيضا. لكن هل تعتقد أن النفس الروسية، وروسيا كما نعلم أيضا لديها حاجات اقتصادية، لديها خسائر في الاقتصاد، لديها خسائر عسكرية، هل تعتقد أن النفس الروسي في مساعدة النظام سيمتد لأشهر خلال العام الجديد هكذا بلا مقابل؟ هل سينقطع نفسها؟ هل ستنسحب تحت أي اتفاق آخر مع الولايات المتحدة من الأزمة السورية وتترك الثورة السورية وشأنها؟ أخي، هناك نقاط عدة، يعني ونحن نستشرف مستقبل الثورة السورية الآن. فقط تعليق سريع على بداية المظاهرات والحناجر. نعم، في تلك المرحلة حقيقة كانت هناك تصريحات من الغرب، أنا أتكلم عن 2011 بداية الثورة، يعني كانوا يقول لا نعرف أشخاصها، لا نعرف برنامجها. هذه النقطة كانت سببا كبيرا لانتصار الثورة السورية وتقدمها، يعني عندما كانت غير مرتبطة، وعندما كان هم طبعا أقالوها، قالتها أمريكا وأوروبا بمعنى لن ندعمها. إذا تذكر أو أذكر المشاهدين، طبعا لن ننسى يعني القضية كما قلنا سنوات قليلة، قالوا لا نعرف برنامجها، لا نعرف رجالها، عندما كانوا يسألوا بالمؤتمرات الإعلامية والتصريحات لماذا ما موقفكم بالثورة السورية، فكان هذا اشتراطا، يعني إذا عرفناها وعرفنا برنامجها سندعمها، إذا كانت على هوانا ندعمها. فإذا تقدمها كانت عندما كانت مستقلة، هذا يعني بيت خير كبير إن تمسكنا به. متى الثورة أصبحت تدرج؟ عيب، كل الثورات، كل الشعوب تحتاج إلى مساعدة من شعوب أخرى، وهذا حال التاريخ يعني. الآن هذه حال التاريخ، ولكن أنا ما أردت هذا، قلت عندما تدخل الغرب تراجعت الثورة حقيقة. شوف أخي الكريم، نحن أمة إسلامية، الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط عليه بنو صعصع شرطا صغيرا، ننصرك على أن يكون لنا الأمر من بعدك، نساعدك بس بدنا الحكم لنا بعدك. لم يقبل. الذين نصروه أهل يثرب التي سميت المدينة فيما بعد طيب المدينة المنورة، قال إن نصرناك ماذا لنا؟ قال لكم الجنة. قالوا قبلنا. أنت الآن تتحرك بهذا النظام الدولي. أمريكا، روسيا تريد أن تصبح دولة عالمية على حساب دماء الشعب السوري. روسيا تريد أن تدخل الساحة العالمية والدولية. ووزير الدفاع الروسي منذ أيام قال تصريحات بشعة، ولكن يسوق لروسيا كدولة قادرة عسكريا، أسلحتها قادرة. قال لقد قتلنا وقضينا على 35,000 إرهابي. الله أكبر، هذا اعتراف أنه يقتل الشعب السوري. يعني كل تصريحات الكونغرس والCIA ما فيش هالأرقام هذه، ونحن نعرف أنه قصف المساجد والأطفال فإذا تريد أن تدخل الساحة الدولية من خلال دماء الشعب السوري. أمريكا تريد أن تحافظ على النظام من خلال الروس، لأنها الوجه القبيح اليوم في مسرحية هزلية. الرأي العام العالمي وطبيعي الرأي العام الأمريكي لا يتحمل، يعني هي نشأت على قضية أخلاقية. الروس من الأمريكان هم مهاجرون ودائما تدعي الثوب الأخلاقي، فإذا لا تريد هذا الظهور. اليوم تعترض روسيا في خبر جاء صباحا أنه أمريكا قالت سنرفع الحظر على تسليح المعارضة السورية. طبعا هذا يحمل معنيين، أول شيء معناته كان في حظر، هذا اعتراف أمريكي. ثانيا هذا الحظر لن يحصل، وإن حصل سيكون لجهات معينة. يعني لو كان هناك 10 مضادات طائرات لكان الوضع اختلف. إذا الثورة السورية هذه من الحقائق الكبرى التي تكشفها، هذه ثورة شعب وأمة والعالم والأنظمة ضدها. إذا بقينا نرتبط وقادة الفصائل يعتمدوا على هذه الأنظمة، والله أيامنا صعبة. هذه النقطة التي يجب أن نتعلمها، وهذه ما قدمتها الثورة السورية. أستاذ صابر، من الدروس التي قدمتها أن مصير هذه الأمة والشعوب واحد. عندما بدأت الثورة في تونس تبعتها مصر وليبيا وسوريا واليمن، وكان الوضع يستمر، ولكن أريد تأديب الشعوب من خلال سوريا، وقبلها كانت ثورة في الجزائر، وقبلها
كانت ثورات في أماكن كثيرة حقيقة. نحن يعني هذه حقيقة يجب أن لا تغيب عنا. عندما سقطت أو دعنا نقول قبل أن نقول عندما سقطت حقيقة الآلام والأوجاع جاءتنا من الأنظمة. هذه الأنظمة نشأت مع نشوء كيان إسرائيل، كلها أدوات للغرب. فرض علينا بعد الاستقلال المزعوم الذي سمي استقلال أنظمة ودساتير معينة، سلبت منا فلسطين. منذ ذلك الوقت ليس لنا كيان يحمينا. التآمر والألم تأتينا من حكامنا، حكامنا هم أدوات الغرب. هذه حقيقة حقيقة. فإذن المسألة مسألة شعوب، من الأفراد، من الرجل العامي في الشارع إلى تترقى لأصحاب الفكر، أصحاب الرأي، الجيوش. هذه مسألة أمة، مسألة مستقبل. إن وعينا هذا الدرس تستطيع أن نتحرك. سأؤكد على نقطة واسمح لي بعجالة. الثورة السورية كانت تمشي بسرعة للأمام عندما كانت معتمدة على الله سبحانه وتعالى وعلى ذاتها. عندما تدخل الغرب من خلال إنشاء، وسأذكر في مؤتمر أصدقاء سورية في تونس، جيفري فيلدمان أحد دهائقين السياسة الأمريكية أضاف جملة صغيرة عندما قالوا المجلس الوطني ممثل وحيد للشعب السوري، أضاف فقط كلمتين: للشعب السوري الذي يريد التغيير. كان يريد إنشاء رأس حتى يسيطر ويتحكم بالثورة، كما وضع لنا رؤوسا الحكام يريد رأسا للثورة. فإذا أي ثورة صارت بهذا الموضوع، وهذا درس وعبرة لقادة الفصائل إن أرادوا أن يتعزوا، إذا بقوا مرتبطين مع هذه الأنظمة كائنة من كانت. المنطقة العازلة الآن الذي يتحدث عنها البعض هي منطقة عازلة فقط لتحقيق مصلحة قومية، ليست أممية، ليست إنسانية، ليست إسلامية، لتركيا، لا تريد الأكراد. هذا كل هدف الأتراك، الحكومة التركية من الموضوع. هذه دول يا أخي، نحن لا نتكلم بتخوين ولا نتكلم، هذه حقائق إن لم نتعلمها والله فعلينا السلام. ولكن لن يكون علينا السلام بمعنى الموت، علينا السلام بمعنى النصر إن شاء الله. علينا السلام، اللهم سلاما وبردا على هذه الأمة. ولكن ما أريد أن أقول إن تعلمنا، إن لم نتعلم الدرس هذه الأمة ستموت. ولكن هذا الكلام يسعدني شخصيا ويسعد كثير من العارفين، لأن هذه الأمة لن تموت، هي مبشرة بالنصر، مبشرة بالعزة. سنتعلم الدرس ويجب أن نتعلمه، وهذه الأمة لن تموت، وهي خير أمة أخرجت للناس. أستاذ، الآن ديمستورة الأمم المتحدة تهدد علنا، مش بتعابير دبلوماسية كبيرة، قال ديمستورة إن مصير إدلب سيكون كمصير حلب. هذا العالم الذي نعيش فيه، إن لم نتعلم فالمأساة كبيرة، وسيستبدل الله قوما غيرنا، وإن تعلمنا فوالله تجمع العالم على الرسول صلى الله عليه وسلم بغزوة الأحزاب التي سميت بالأحزاب، ولكن أرسل لهم جنودا لم يروها ونصرهم، ولكن كانوا هم واعون، كانوا هم يتصرفون، أرسل نعيم بن مسعود، ونعرف التفاصيل، لم تكن غيبية. لو تعذرني على ربما ضيق الوقت، أعود إلى أيضا نعطي فرصة لضيفنا الكريم من غسان النجار، أمين عام حركة الإصلاح والبناء في إسطنبول. إذا ضيفي هنا يقول فيما معناه أنه ربما ما يظهر على أنه خلاف أو اختلاف أمريكي روسي حول بقاء النظام السوري، في النهاية الولايات المتحدة تريد بقاء هذا النظام، ولكن أخلاقيا تحت ضغط أخلاقي، تحت ضغط سياسي انتخابي، تحت ضغط الرأي العام، فوضت لروسيا بأن تطيل في عمر النظام. الآن تركيا وقعت في الوسط، وأنت موجود بتركيا، الموقف التركي في الوسط وقع ضحية لصراع الجبابرة إن صح التعبير. تركيا اقتربت من روسيا، وروسيا قد تقترب من الولايات المتحدة في فترة رئاسة ترامب، فكيف تتوقع الموقف التركي؟ هل يكون وساطة بين الطرفين؟ هل تؤدي في النهاية إلى تفاهمات ربما ترفع الغطاء عن أو تسحب الغطاء عن النظام السوري في النهاية؟ سيدي، تركيا منذ البداية وقفت مع الثورة السورية، وعملت بكامل جهدها وطاقتها أن تساعد الشعب السوري، بداية من المهجرين. حوالي حاليا يوجد حوالي 3 ملايين مهجر سوري من الأراضي التركية، لكن الغرب لم يرى قيعوي أن تركيا أن تكون في المقدمة وأن تكون ناجحة من الدول العشرة الأولى في العالم، سواء اقتصاديا أو سياسيا. وبالتالي هم عملوا على أرادوا تقويض نظام التركي، نظام السيد رجب طيب أردوغان، وبدأت مؤامراتهم كما تعلمون، وعمل محاولة انقلاب الفاشلة في 15 تموز الماضي. تركيا تضح الحقيقة بالنسبة للغرب، خاصة الولايات المتحدة التي أرادت أن تسقط النظام.
هنا بدأت تركيا تشعر أن المؤامرة ليست فقط على سوريا، يعني سوريا وتركيا أيضا تريد، لأنه سوريا وتركيا جارتان، وتعلمين العلاقات الثقافية التاريخية بين سوريا وتركيا على مدى 400 عام خلت سابقا. هم أرادوا أن يحدثوا لها مشكلة القضية الكردية. الأكراد يوجد تجمعات لهم في الشمال السوري هنا وهناك، ويوجد في الجنوب التركي أيضا أكراد. هم أرادوا أن يحيوا موضوع القضية الكردية ضغطا على النظام التركي، ونفس الوقت ضغطا على الثورة السورية. فاستحدثوا ما يسمى جيش سوريا الديمقراطية، الحشد الشعبي تبع الأكراد وما إلى ذلك، وأرادوا أن يوجهوا أمريكا صراحة هنا عن التأييد ودعمها لميليشيات مصنفة عالميا بالإرهاب. البيكيك عبارة عن ميليشيات إرهابية مصنفة عالميا بالإرهاب. إذا كيف تقوم الولايات المتحدة الآن بدعم القوى الكردية الإرهابية البيكيكي ومن الطرف السوري البيكيكي جماعة صالح مسلم؟ أرادوا أن يحلوا هذه القضية ويدعمون، تصوروا أن يرسل لهم سلاح عن طريق الطائرات يقتلهم. فأرادوا أن يعني يضعوا تركيا أمام موقف حرج جدا، ان الاكراد يريدون اقامه منطقه او دوله كرديه في الشمال السوري على الحدود مع تركيا مدعومه من البيكيك ايضا. هنا ظهر وضح ان المؤامره ايضا على تركيا ايضا، ولذلك اضطرت ان هنا ان تتفاوض مع الروس، على الرغم ان علاقتها مع الروس السابقه كانت سيئه جدا، ورأت ان هنا التفت مصالح الطرفين روسيا وتركيا في هذه القضية، وبالتالي روسيا تساهلت مع المقابل مقابل ان الاكراد تسقط قضية موضوع الدولة الكردية في الشمال، وبالتالي هم شكرا عذرا السيد نعم عذرا السيد غسان النجار. وضحت الفكرة، بالفعل تركيا تسير في الملف السوري وسط حقل ألغام، ابتزاز إن صح التعبير من طرف أطراف كثيرة، ابتزاز في موقفها من الأزمة السورية، من الملف السوري، من الثورة السورية. أعود إليك السيد محمود أبو الطيب من السويد. يبدو أن أيضا دول أوروبية كثيرة، حكومات أوروبية كثيرة أيضا في موقف غير محسودة عليه، وخاصة والكثير منها مقبلة على انتخابات، وملف اللاجئين مطروح بقوة في الانتخابات إن كانوا لاجئين سوريين أو من باقي دول العالم. وأوروبا تخاف، أصبحت الحكومات الأوروبية تخاف من التعبير عن موقفها صراحة وبشكل مفضوح وواضح من الأزمة السورية. ربما تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة، لسنا ندري، لكن في النهاية هل تعتقدون أن العام 2017 ربما بعد الانتخابات ستنخرط أوروبا أكثر وأكثر في الضغط على النظام السوري، على روسيا، في التفاوض مع روسيا من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، من أجل إعادة إحياء المفاوضات والبحث عن حل؟ حقيقة لا نعتقد ذلك، أنا شخصيا لا أعتقد ذلك، لأن السلبية في الموقف الأوروبي والأمريكي تجاه الثورة سوريا ليس نابعا من مسألة الحالة الداخلية الأوروبية. الحالة الداخلية الأوروبية تأثرت بالطبع بموجة اللجوء التي حصلت من السوريين وغير السوريين، ولكن هذا شأن أوروبي داخلي لا يحكم السياسة الخارجية الأوروبية، هذا يحكم السياسة الداخلية الأوروبية. موقف أوروبا وأمريكا لو أرادوا أن يكون أكثر قوة تجاه بشار أسد، ولو كانوا مقتنعين أساسا بهذا لكان مختلفا. حينما ضرب بشار الأسد الكيماوي على الشعب السوري وقتل عدد كبير من الأطفال وقتل عدد كبير من الأهالي العزل، مجرد رفع اللهجة الأمريكية والأوروبية جعلت عدد كبير من ضباط النظام يفكروا بالانشقاق والهرب، والنظام بدأ خائفا مرتعبا، ولكنها تراجعت مباشرة واكتفت باستلام أداة الجريمة وسكتت على الجريمة. معنى آخر، أنا أعتقد أن أوروبا وأمريكا لا تريد
لأبناء المنطقة أن ينالوا حريتهم. هذا أمر واضح. ولا ننسى التاريخ القريب ليس البعيد. البلاد الأوروبية نعيش فيها وتسهل لنا بعض المعاملات الإنسانية إلى آخره، لكن هي بلاد حتى البارحة مستعمرة لبلادنا، وحتى اليوم تستعمرون بالوكالة. هذا شيء وهذا شيء. أوروبا لن تقدم لنا الكثير، أمريكا لن تقدم لنا شيئا. شكرا لك سيد محمود أبو الطيب الناشط السياسي من السويد، وضحت الفكرة. كما نشكر أيضا غسان النجار أمين عام حركة الإصلاح والبناء كان معنا من إسطنبول. ونعود إلى ضيفنا في الاستوديو. سؤال ختامي يعني ربما نضفي فيه بعض، ونحن في بداية هذا العام عام جديد نضفي فيه نوع من ربما التفاؤل. كثير العام 2016 كان عام تشاؤمي في كثير من القضايا وفي سوريا أيضا، يعني ما هو أوجه التفاؤل في الملف السوري؟ أوجه التفاؤل وعد الله سبحانه وتعالى، وقال القرآن إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، وقال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. هذا العسر الشديد يدل وإن شاء الله سيأتي معه يسر، ولكن حقيقة بعض الأحاديث والتصورات هي مؤلمة. يعني لماذا نريد أن نقدس أصناما؟ تركيا لها مصالح قومية، تركيا تسير بالنظام الدولي كما قلنا، لنسمي الأسماء بمسمياتها. ليس يعني الآن نعم حصل عليها انقلاب، ولكن هذا الانقلاب بدونه فشل الانقلاب، ولكن نجحت أهداف الانقلاب. يعني سلمت أمريكا وروسيا كل ما يحتاجوا، كانت المشكلة في موضوع سوريا، فأصبح النظام التركي الآن يقدم. هذه ناحية. ناحية أخرى موضوع الإرهاب ومحاربة الإرهاب. ألا يعني بارح كتبنا على الفيسبوك سؤال بسيط، هل الثورة السورية هي ضحية الإرهاب أم محاربة الإرهاب؟ حقيقة هي ضحية محاربة الإرهاب أكثر، يعني في تحت عنوان محاربة الإرهاب قتلنا، قصفت مشافينا. الآن مجلس الأمن وروسيا وأمريكا كلهم يعتبروا ما حصل محاربة إرهاب، مع أنه أمام الكاميرات أطفال، مشافي، مدارس، مخابز، لأن هناك من يجمع بين الثورة والإرهاب. لا، لأن القلم بإيد من يصنف. الآن روسيا صنفت، أستاذي الكريم، من سنة بالضبط، من سنة بالضبط قتل زهران علوش رحمة الله عليه. زهران علوش انخرط في حرب تنظيم البغدادي يعني أشد من قاتل داعش هو زهران علوش، ولكن قتله الروس. انخرط بمؤتمر الرياض قتلوه. الآن هذا القلم من يصنف إرهابي مش إرهابي هذا يتآمر عليك. نحن مرة استعمرنا وقتلنا تحت مسميات جميلة، الانتداب، الوصاية، حق تقرير الشعوب. الآن نحارب ونقتل تحت، لا يجوز الانخراط بهذا الموضوع. هذه حقيقة حقيقة. إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن شاء الله. آمين إن شاء الله. انتهى زمن هذه الحصة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.